دلوقتي هنبدأ نتكلم على السنتريفيجال بامب، وهو يعني النوع من البامبس الشائع في الترانسبورتيشن بتاع الفلويدز. ويمكن ما فيش حد ما سمعش عن نوع السنتريفيجال بامب وما تعملش معاه في نقل المياه في البيوت او في اي فاسيليتي تاني. دكتور برضو اتكلم في المحاضرة باستفاضة على نظرية عمل السنتريفيجال بامب، مش هنخش فيها. واتكلم على شكل الكيرفات بتاعتها، هنستطرد لها سريعا، ولكن شكل الكيرف ده كان جاي ليه؟ ده كله في المحاضرة موجود عندك. وكان في بعض كاركترستكس الشهيرة، تعال نبدأ واحدة واحدة نشوف السنتريفيجال بامب دي بنتعامل فيها ازاي. طيب ريفيو سريع على اللي احنا اتكلمنا عليه في اول سيكشن خالص في المراجعه، ان احنا كان عندنا حاجه اسمها سيستم كيرف. السيستم كيرف ده كان عباره عن كوادراتيك اكويشن من الدرجه الثانيه، الاتش مانومتريك او الاتش سيستم بتساوي اتش ستاتيك، اللي هو الفرق ما بين الليفل في الدليفري ناقص الليفل اللي في السكشن، اللي هي المقدار الجرافيتي اللي بتقاوم اللي البامب بحطها عشان تقاومها، زائد كي في كيو سكوير، ده اللي بيعبر لي عن مقدار اللوسز اللي موجود عندي في السيستم نتيجة للبايبنج او للاسباب الاخرى اللي موجودة عندنا. وكنا اتكلمنا عليها انها عبارة عن ميجور وماينور لوسز، فهتلاقي ان المعادلة بتاعت الكي بسيط ببساطة، فيها ثلاثة بارامترز اساسيين، الاف ال على الدي اللي هو بيعبر عن ميجور لوسز، سيجما سي اللي هي الماينر لوسز كوفيشنت، كل الماينر لوسز الموجوده عندك بينز البوز انترانس اكزيت انلارجمنت كونتراكشن فالفز وات ايفر، والواحد ده كان بيعبر لي عن الكاينيتيك انرجي في حاله السكشن، اتنين على اتنين جي اريا سكوير، والاريا سكوير دي كانت الاريا بتاعت السيستم بتاعي او البايب بتاعي اللي احنا شغالين عليه، في حالة طبعا ان احنا شغالين على دايمتر ست. وكان في صورة مفصلة للكي بتاعتنا دي موجودة عندنا في السكشن اللي فاتت لو احتجتها، ولكن مش محتاج. يهمني هنا ان انت تاخد بالك من اليونت بتاعتك انها متر على متر كيوب بير سكند سكوير، يعني انت لو عوضت بيها في السيستم كيرف فانت بتعوض المفروض بكيو بقيمة متر كيوب بير سكند سكوير، تمام؟ يعني انا لو عندي جدول فيه كيوهات مختلفه لازم احول الليتر بير سكند الجيفن لو كانت جيفن لمتر كيوب بير سكند عشان تطلع لي اتش سيستم مظبوط، تمام؟ ده اللي بطلعه من الكي بتاعت القانون. لو انا طلعت الكي بطريقه اخرى كان فيها الكيو بتاعتي لتر بير سكند، فانت ممكن تخلي ان الكي بتاعتك تبقى متر على لتر بير سكند سكوير كيونت، وتقدر انت تضربها في لتر بير سكند هول سكوير وتبقى الدنيا تمام معاك، مفيش مشكله. بس تاخد بالك من اليونتس بتاعتك، وتاخد بالك ان انت لما تجيبها بالقانون بتاع الكاركترستكس، لو هو ادالك الطول بتاع البايب الدايمتر بتاعها والفريكشن فاكتور بتاعها والسيجما بتاع الماينور لوسز اللي موجوده عندك وحسبتها، فدي بتطلع لي اليونت الاس اي اللي هي المتر على متر كيوب بير سكند سكوير، وتقدر ولازم نعوض بالكيو بالمتر كيوب بير سكند هول سكوير. الحاجه الثانيه اللي كنا بنتكلم فيها ان السيستم كيرف ده فيه اتنين بارامترز بس اللي بيحددوا لي شكل السيستم ده. اول حاجه اللي هو اللي كان بيتسمى في ماس 2 لو تفتكر، حاجه اسمها الواي انترسبت، اللي هو في الحاله دي الاتش ستاتيك. الاتش ستاتيك برضو زي ما كنا بنتكلم هو بيعبر لي عن مقدار او يعني المكان اللي ببدا فيه الكيرف. لو كانت الاتش ستاتيك دي 2 فهي هتبدا من هنا، لو كانت 8 فهي هتبدا من هنا، لو كانت بالناقص فهي هتبدا من تحت، لو كانت بصفر فهي هتبدا من الصفر. فشكل الكيرف بتاعي بيعتمد بشكل اساسي على الستاتيك الستاتيك هيد بتاعي. الحاجه الثانيه هو السلوب بتاعي او الكي او القيمه اللي انا بضربها هنا، ولازم اكون اخد بالي من حاجه بسيطه، ان انا كل ما هزود لوسز هنا كل ما شكل الكيرف بتاعي بيبدا يقرب للواي اكسس زي ما انت شايف بالشكل ده، تمام؟ وده كلام يعني منطقي وبديهي، لان كل ما انت بتزود لوسز كل ما انت بتبعد عن الايديال سيتويشن ان انت ما فيش لوسز خالص اللي هي الاكس اكسس بتاعك. طيب يبقى احنا كده عارفين ان السيستم كيرف بتاعي بيتغير عن طريق حاجتين، لو انا غيرت الليفل بتاع الدليفري او السكشن بتاعي،
او لو انا غيرت اي حاجه اي كومبوننت من السيستم بتاعي اللي هو كان الدايمتر بتاع البايب، كان الطول بتاعها، كان الفريكشن فاكتور، كان ان انا زودت فالف وحطيت البو او شلت فالف وشلت بالبو، وات ايفر، كل الحاجات دي المفروض انها هتغير لي في شكل السيستم بتاعي وبعرف هي بتتغير ازاي. طبعا انت عارف لو انت غيرت الدايمتر زودت الدايمتر المفروض ان هو هيتغير هنا وهيتغير هنا، فهتشوف هو هيتغير بمقدار قد ايه، وان كان الزياده في الدايمتر بشكل عام بتعتبر عباره عن تقليل في اللوسز او تقليل في الريستريكشن بتاعي، فالمفروض ان الكي بتاعتي هتقل والكيرف بتاعي يبعد شويه ناحيه الاكس اكسس. لو انا صغرت الدايمتر او زودت الطول او زودت شويه ماينر لوسز، فالمفروض ان الكيرف بتاعي هيقرب للواي اكسس بتاعي. طيب تعالى نخش في الحاجه الثانيه اللي احنا الجديده معانا المره دي، اللي هي البرفورمانس كيرفز بتاعت البامبس. البامبس او سنتريفيكال بامبس بشكل عام المفروض ان ليها شويه كيرفات انت شفتها في المحاضره، وكنا بنتكلم ان شكل الكيرف الاساسي بتاعنا اللي هو عباره عن الهيد ده اللي هو الكيرف ده كان المفروض ان هو يبقى يخضع لاويلر ايكويشن، وعباره عن خط هوريزونتال، ولكن بيحصل له ديفيشن بمقدار الفريكشن اللي موجود عندك. ولكن كنا بنتكلم ان كان في بعض اللوسز الاخرى نتيجه للجيومتري نتيجه لنظريه العمل بتاعتي، وكانت بتتغير من فلوريت للاخر، وكنا قلنا ان في بعض الفوليومتريك افيشنسي ما كانتش ثابته، وكان في شويه حاجات تانية خلت ان الكيرف بتاعي ده يبقى عباره عن فانكشن في الجيومتري، شكل الجيومتري بتاعي والخصائص بتاعت البامب والديامتر وشكل الريشه والبليد انجل والسبيد ريشيو والحاجات دي كلها اللي كل الدكتور اتكلم عليها في الفيلوستي تراينجلز بتاعت البامب. المهم هو عشان ما يدخلكش في تفاصيل، فكل بامب بيحصل لها زي اكسبيرمنتال اناليسيس، بيبدا ان هو يعرضها لديفرنت يعني ديفرنت كونديشنز عند فلوريتس مختلفه وهيدز مختلفه، ويبدا ان هو يعمل بلوتنج ليها بشكل امبيريكال، ويقدر ان هو يطلع لك شارت علاقه ما بين الاتش والكيو. فالمفروض ان عند اي كيو المفروض انت من خلال الشارت ده تطلع الاتش وليس من خلال معادله، وهي دي الايه الحاجه الجديده علينا في الحاله دي، انها مش بتخضع لمعادلات ككيرفات كاركترستكس للبال. ده الكيرف الاولاني كيرف الهيد. طبعا انت في كيرف زي ما احنا قلنا كنا بنتكلم ان الافيشنسي بتاعتنا مش ثابته طول الفلوريت اللي موجود عندك، فكنا بنتكلم ان في كيرف تاني اسمه الافيشنسي كيو كيرف، ده لازم تبقى عارفه، بيبقى ليه شكل عامل زي كده صح مقلوبه بكيرف، و الشافت باور او البريك هورس باور بتاعتي ده هو الكيرف اللي المفروض ان هو عباره عن محصله الاثنين كيرفز دول، لان انت عارف ان الباور شافت بتساوي الرو في الجي في الكيو في الاتش على الافيشنسي، فهو بيبدا ان هو ياخد نقطه نقطه من دول ويبدا ان هو يرسم عليهم الكيرف ده. ما احنا كده عارفين ان في ثلاثه بامب بيرفورمانس كيرفز اساسيين للسنتريفيجال بامب، الاتش فيرسس الكيو والافيشنسي فيرسس الكيو والباور فيرسس الكيو، وكل واحده من دول ليها الاستخدام وليها الاستفاده بتاعتها. طيب ايه اللي بيغير لي الكيرفات دي؟ في حاجات كتيره بتغير لي الكيرفات دي، الاساسي بتاعها هو شكل البامب زي ما احنا كنا بنتكلم، الوجود كيسنج، وجود ديفيوزر، وجود وعدم وجود ديفيوزر، البامب بتاعتي سنجل ستيج ولا مالتي ستيج، كلوزد ولا اوبن امبيلر، شكل الريشه شكلها عامل ازاي، البليد انجل، والحاجات دي كلها. الحاجه الثانيه الدايمتر بتاع الامبيلر. الحاجه الثالثه السبيد، وبيع في بعض طبعا الحاجات الاخرى اللي هنتعرض لها في المحاضرات. يبقى احنا كده عارفين ان في بامب كيرف وعارفين ان في سيستم كيرف. ايه بقى اللي احنا المفروض ان احنا نعمله؟ اللي موجود عندنا ان احنا عندنا ديماند اللي هو السيستم، فالسيستم ده عباره عن كانه زي مستهلك او كلاينت، ومحتاج مورد يورد له الحاجة بشكل ما اللي هو البامب في الحالة دي. طيب فخلينا يعني ندي اكزامبل بسيط يعني كده، لو انت مثلا البامب ده عبارة بيبيع حاجة والكلاينت او السيستم ده بيشتري الحاجة، فالمفروض ان الاتنين دول ده معاه بضاعة عايز يبيعها بفلوس وده معاه فلوس عايز يشتري بيها بضاعة، فالمفروض ان الاتنين دول بيلتقوا في نقطة، ده بيلبي احتياجاته من البضاعة، أو خلينا نقول من هنا من الهيد والكيو، وده بيدفع الجزء ده في المقابل، فبيلتقوا في نقطة ما، وسنس إن
العلاقة ما بينهم مش رقم ثابت، فالمفروض إن نقطة الالتقاء دي بنسميها الـ operating point. نقطة الالتقاء دي اللي احنا لو رسمنا الـ HQ curve أو الـ system curve ورسمنا زي superposition على عليه نفس الـ curve، الـ pump curve بتاع الـ HQ curve، النقطة اللي بيتلاقوا فيها هي النقطة الـ optimum، أو مش نقطة الـ optimum، هي النقطة اللي بيحصل عندها الـ operating اللي احنا شغالين فيه. وهو ده اللي احنا بنشتغل عليه في معظم حالاتنا اللي موجودة عندنا في البامب. اللي بيحصل ان انت اي بامب المفروض انها تشتغل على اي سيستم، ولكن مش هتدي نفس الهيد ونفس التول لكل سيستم. فبالتالي اللي بيحصل ان انت على حسب السيستم ما بياخد، على حسب يعني احتياج السيستم بياخد من البامب. وهنشوف برضو ازاي تختار يعني بامب مناسب للسيستم بتاعك، مش اي بامب تشتغل على اي سيستم. وهنقول ليه حتى لو هي بتشتغل ثيوريتيكال ايه المشاكل كمينتنس، ايه اللي ممكن تحصل، ودي برضه انت هتشوفها في المحاضرة، ولكن ممكن نستطردها سريعا يعني معايا. طيب يبقى احنا دلوقتي نقطة الالتقاء دي بنسميها الاوبريتنج بوينت، او بنسميها الماكسيمم ديستشارج بوينت، لان السيستم بتاعي ما يقدرش ان هو او البامب ما تقدرش انها تلبي احتياجات للسيستم اكتر من كده، يعني ابعد من الاوبريتنج بوينت دي ما نقدرش ان احنا نعلى عنها. ليه؟ لان يعني اللي بتديهولي البامب هو عبارة عن الجزء ده، واللي بياخده السيستم هو الجزء ده. فالمفروض ان انت في النقطة دي الريكويرمنتس بتاعتي من الهيدروليك باور بتاعت السيستم اكبر من اللي ممكن يديها له البامب، وده برضو هنقوله بشكل ما. المهم ان احنا النقطة بتاعتنا، خلينا بس نشيل النقطة اللي احنا عايزين نقولها، ان الاوبريتنج بوينت بتاعتي اللي هي نقطة الالتقاء ما بين الاتنين كيرفز دول، بيحصل عندي حاجتين اساسيين. ان انا لو نزلت بخط هنا في الكيرف اللي هو السوبر امبوزيشن بتاعي، فالمفروض ان الكيو دي بنسميها الكيو ماكسيمم او الكيو اوبريتنج، ولو دخلنا بخط على الاتش اكسس بتبقى دي الاتش اوبريتنج او الاتش بوينت. ولو احنا مدينا خط عندنا هنا كده تمام للافيشنسي كيرف، والافيشنسي ده يبقى هو ده الافيشنسي اللي احنا شغالين فيها، افيشنسي اوبريتنج، نقدر ان احنا نحدد الباور ريكويرمنتس بتاعتنا اللي هو الفلوس اللي انت بتدفعها في الكهرباء اللي بتولد البامب اللي موجودة عندك، او بتحسبها اللي موجودة عندك وتشوف والله انهي بامب، لو انت حاطط كذا بامب للسيستم انهي واحدة هتستهلك طاقة اقل اكتر او اقل وهكذا. تمام، يبقى احنا كده من خلال وجود الشارتات بتاعتنا دي قدرنا ان احنا نشوف نقطة التشغيل اللي هي الاوبريتنج بوينت، الكيو بتاعتها، الاتش بتاعتها، الافيشنسي بتاعتها، وبالتالي نقدر ندخلها في الايكويشن البسيطة بتاعتنا بتاعت الباور شافت اللي هي الرو في الجي في الكيو في الاتش على الافيشنسي، معانا الكيو معانا الاتش معانا الافيشنسي معانا الخصائص بتاعت الفلويد معانا الجرافيتيشنال كونستنت، نقدر ان احنا نجيب الباور شافت. الباور شافت ده عبارة عن الايكونومكس بتاعتي او الفلوس اللي انا بدفعها، واللي موجودة عندنا برضو باستفاضة في المحاضرات، لان هي عبارة عن running cost، غير طبعا المينتننس، وغير طبعا الانيشال كوست بتاعي. الحاجات دي كلها بتؤخذ في الاعتبار في المشروعات الكبيره جدا لما بنتكلم على نقل ميه او نقل زيوت او نقل فلويدز على مدار اوقات طويله وعلى مسافات طويله. المهم كنا بنتكلم ان النقطه دي اسمها الماكسيمم ديسشارج بوينت، وكنا بنقول ان بعدها ما نقدرش ان احنا نزود الفلوريت او نزود الهيد بطريقة ما. طيب هل قبلها نقدر نزود؟ لو حصل ان انت بكل بساطة انت في البيت مشغل الموتور او مشغل المية، فانت فاتح الحنفية على الاخر، بتفتح الحنفية على الاخر، فانت طلع لك فلوريت وليكن 10 لتر بير سكند. طب انت عايز، مش عايز ال 10 لتر بير سكند كلهم، هتعمل ايه؟ تبدا ان انت تقفل المحبس بتاعك حبه حبه. طب كون ان انت بتقفل المحبس حبه حبه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انتقال في البامب او كيرف او في السيستم كيرف من الماكسيمم بتاعي اللي انت الاول ما تبقى فاتح يبقى هو الماكسيمم اللي انا مش هقدر ازود عنه، الى نقطه ثانيه وخلينا نسميها الكيو ريكوايرد بتاعتي. لو انا مثلا قلت ان انا عندي 10 لتر بير سكند اللي هي اول ما بفتح، انا عايز اخليها 5، فايه اللي هيحصل؟ فدي بنسميها الكيو ريكوايرد بتاعتي. طيب دي بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان انت بتقفل الفالف حبه حبه. الفالف ده بكل بساطه بيعمل ايه؟ بيزود لوسز في السيستم زي ما قلنا، عباره عن ريستريكشن
تزود لوسز في السيستم. لما بتزود لوسز في السيستم، السيستم كيرف بتاعي بينتقل شويه للواي اكسس زي ما اتكلمنا كده، وبيبقى فيه اوبريتنج بوينت جديده اللي هي النقطه دي، وخلينا نسميها الاوبريتنج بوينت رقم 2. طيب الاوبريتنج بوينت رقم 2 دي المفروض ان الكيو فيها مختلف اللي احنا عايزينه، الاتش فيها مختلف، والكيو فيها مختلف عن الكيو اوبريتنج 2. طيب لو احنا جينا بصينا للكيرف بتاعنا، هنلاقي ان عند الخط اللي احنا رسمناه بتاع الكيو ريكوايرد اللي احنا عايزينه، بنلاقي ان احنا في تقاطعين، نقطه تقاطع مع البامب كيرف هنا، ونقطه تقاطع مع السيستم كيرف. طب احنا بنشتغل على اي نقطه؟ النقطه دي هي بتبقى الاوبريتنج. طب احنا يهمنا ايه النقطه دي؟ احنا يهمنا ان النقطه دي اللي هي بتقول لي ان انا دلوقتي لما جيت قفلت الفالف، فانا كده عملت لوسز في السيستم، فانا رميت كهرباء في الزباله، او رميت انرجي عندي موجوده في الزباله. طيب انا لو ما كنتش رميت الانرجي بتاعتي واستخدمت وليكن مثلا بامب، الكيرف بتاعها هنا كده مثلا تانية، فده المفروض ان ده الريكويرمنتس بتاعتي. كون ان انا مثلا كنت محتاج 500 واط وانا لبيتها لك ب 1000 واط وضيعت مثلا 500 واط في السكه، فده مش شطاره، ولكن هو زي ايه يعني حل مؤقت في وقت مؤقت، انت عايز تفتح حنفيه ومش عايز تشتري بامب جديد عشان توصل للكيرف ده، فبتتغاضى عن الجزء الصغير اللي انت ايه فقدته. يبقى انا دلوقتي عندي النقطه اللي هي انا كنت محتاج فيها مثلا طاقه صغيره، والطاقه اللي جات لي فعلا، واللوسز اللي موجوده عندي اللي انا رميتها في الزباله عشان اوصل للنقطه دي اللي موجوده عندي. خلاص يبقى اللي انا بدفعه هو ده، واللي انا باخده هو ده. حلو كده. طبعا احنا اللي بيهمنا طبعا في الايكونومكس بتاعتنا هو اللي احنا بندفعه، فالمفروض ان الاوبريتنج بوينت بتاعتي في حاله ان انا قفلت الفالف شويه عشان اقلل الفلو ريت بتاعي، بتبقى هي الايه الكيو ريكوايرد اللي هي والاتش بامب بتاعتي اللي موجوده عندنا. الفرق ما بين اللي انا دفعته واللي انا كنت محتاجه، او اللي انا كنت ممكن ادفعه لو في بامب موجود عندنا، ما بين الاتش والاتش بيتسمى الاتش لوست ان فالف، وهو مقدار القفله بتاعتي. لو انا مثلا قفلت ربع لفه، تلات ارباع قفله، او وات ايفر، هي دي عباره عن اللوسز او الهيد لوسز اللي انا فقدتها داخل الفالف عشان اوصل للكيو ريكوايرد بتاعتي. تمام كده. يبقى احنا بنزود لوسز عندنا زي ما اتكلمنا في السيستم كيرف بتاعي، ان انا بحط لوسز بتاعه فالف، فالكي عندي بتزيد، فبنتقل للكيرف بتاعي كده. تمام، بنتقل بالكيرف بتاعي كده عشان اوصل للنقطه دي عشان البي الاحتياج بتاع الكيركوارد. طبعا انت مفيش اي امكانيه ان انت تعدي الكيرف بتاعنا في الاتجاه ده، مستحيل بنسبه 100% على نفس البامب بتاعي. طيب في الحاله دي هنعمل ايه لو انا عندي الكيو ريكوايرد بتاعتي اكبر من الكيو اوبريتنج او الكيو ماكسيمم بتاعتي؟ في الحاله دي، في بعض الحالات الاخرى، في بعض الحلول الاخرى، عن طريق ان انت بتلعب في البامب، سواء بتشتري بامب جديده، سواء بتغير السرعه بتاعتها، او بعض الحلول الموجوده عندنا في المحاضرات واللي هنستطرد لها في السكاشن تباعا ان شاء الله. طيب نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، ولكن في بعض الحاجات المفاهيم اللي موجوده عندنا، ان انت عندك كيو ريكوايرد بتاعتنا لو احنا مدينا خط وتقاطعنا مع البامب كيرف ومع السيستم كيرف، فاحنا عندنا اتنين اتشز، الاتش سيستم والاتش بامب. الاتش لوست انفولف ده عباره عن الفرق ما بينهم، والباور اللي احنا فقدناها في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في القفله بتاعه الفالف فقط، هي عباره عن الرو في الجي في كيو ريكوايرد في الاتش، اللي هي فرق ما بينهم على الافشنسي عند الكيو ريكوايرد، اللي هو لو مدينا خط هنا كده ورسمنا الافشنسي بتاعتنا هنقدر ان احنا نجيبها. طبعا احنا عندنا في الحاله دي ممكن يطلب اتنين لوسز او اتنين باورز. الباور اللي انا بدفعها الحقيقيه اللي هي كاني بحسب الاوبريتنج بوينت هنا، تمام، والباور اللي انا فقدتها نتيجه ان انا قفلت الفالف، اللي هو لو انا كنت الفرق ما بين الباور اللي انا دفعتها والفرق اللي انا لو كنت جبت بامب تانيه هنا، اللي هي دي بنسميها الباور لوست انفولف. هو ببساطه نفس المعادله بتاعتي، ولكن بدل ما بعوض بالاتش هنا بالاتش بامب اللي احنا عوضنا بيها الاوبريتنج بوينت، بنعوض بفرق الاتش اللي موجود عندنا، كاننا بنقول الباور عند النقطة دي ناقص الباور اللي عند النقطة دي، فبيطلع لنا الباور لوست انفولف. تمام كده. فتاخد بالك وانت شغال هو بيطلب منك انهي باور،
هل هي مقدار الباور اللي لوست انفولف ولا مقدار الباور التوتال اللي انت بتدفعها معانا، وتاخد بالك منها عشان ممكن تتلخبط فيها في المسائل فتعوض بانهي اتش معانا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على الاوبريتنج بوينت بتاعتنا، او اللي هي لما بحط السيستم وبحط البامب. طيب انا ازاي اختار بامب للسيستم، وازاي اختار سيستم للبامب اللي موجود عندي لو انا كانت عندي اوريدي البامب وعايز ديزاين السيستم؟ فبكل بساطة الجماعة بتوع البامبس طلعوا لنا زي قانون كده بسيط، قالوا لنا ان في رينج معين في الافيشنسي، ده يعتبر الاوبتيمم رينج بتاع الاوبريشن بتاعنا. طبعا في طرق كتير لاختيار البامبس، طبعا منها اللي هي السبيسيفيك سبيد بتاعت البامب والكلام ده كله جاي معانا في المحاضرات، ولكن خلينا نقول الطريقة الشائعة بتاعتنا ان قال لك ان عند اعلى افيشنسي بتاعتنا بنسمي النقطة دي الكيو نورمال او البيست افيشنسي بوينت، اللي هي لو احنا جينا عند الافيشنسي بتاعتنا اكبر افيشنسي وليكن مثلا في الحالة دي 85 تقريبا، فال 85 دي مقابل لانيو كيو، مقابل مثلا للايه للتسعة، فبنقول ان افضل اوبريتنج يعني افضل اوبريتنج البوينت بتاعي ان انا اجيب السيستم بتاعي مثلا يتقاطع عند نقطة تيجي عند البيست افيشنسي بوينت او التسعه اللي هي الماكسيمم افيشنسي الموجود عندنا. طبعا انت مستحيل ان انت تظبطها بنسبه 100% تطابق في كل الابلكيشنز، فبيدينا سماحيه تقريبا 1.2 من الكيو نورمال ل 0.6 من الكيو نورمال، فهو ده يعتبر البيست افيشنسي رينج بتاعنا. تمام. طيب عشان برضو هو بيسمى النورمال operating point اللي هو يعني الطبيعي او ال best efficiency point اللي عندها الاعلى efficiency. تعالى نبدأ بقى في المسائل ونشوف الدنيا بتمشي ازاي. هنبص على المسائل سريعا كده وبعدين هقول لكم ازاي ان احنا ممكن نرسمها، لان في يكون ان انت تشوف المسألة غير ان انت تحلها بايدك، ورجاء رجاء تحل المسائل بايدك، لان مستحيل ان انت تحل المسألة دي اول مرة في الامتحان، لان بيبقى فيها بعض الامور الصغيرة، لان ده عبارة كله عبارة عن رسم بياني، فلازم تتدرب عليها، خصوصا ان المسألة بتاخد وقت طويل، ويكون ان انت تحلها اول مرة في الامتحان فغالبا بنسبة كبيرة مش هتلحق ان انت تحلها، فلازم تحل الحاجات دي بايدك. طيب تعال نبص بقى بصة سريعة على المسألة. المسائل بتاعت centrifugal pump لازم بيديني طبعا السائل اللي احنا شغالين فيه، بيقول لي عندي water centrifugal pump شغالة على performance على في design speed بتاعها اللي هو specific يعني speed محددة مش بتتغير السبيد دي، يعني البامب بتاعتي متركبة على موتور constant speed سواء كان AC بقى او whatever. المهم ان اداني الكاركترستكس بتاعتي اللي هي عبارة عن الكيو والاتش والافيشنسي. تمام. يعني كل قصاد كل كيو في اتش وافيشنسي مختلفة، وتقدر ان انت ترسمها بكل بساطة في رسم بياني، وهنقول برضو ازاي تم بعدين. طيب ايه السؤال الاول؟ السؤال الاول ان هو عايز النورمال ديسشارج والنورمال شافت باور، يعني هو عايز يجيب النورمال او البيست افيشنسي اللي موجودة عندنا. دي بسيطة هنقول ازاي هتتعمل. السؤال الثاني كان طالب مني استيميت الشافت باور بتاعي لما يكون الدليفري فولف مقفول على الاخر، تمام، والبامب بتلف على الفاضي. يعني انا لو جيت شغلت البامب وقفلت المحبس بتاع الدليفري، ايه اللي هيحصل او ايه الباور اللي هتبقى بتتنقل؟ طيب ايه السؤال الثالث؟ قال لي ان انا عايز اعرف الماكسيمم ديسشارج، وكنا بنقول ان الماكسيمم ديسشارج ده عباره عن نقطه التقاطع ما بين السيستم كيرف والبامب كيرف او الاوبريتنج بوينت لما تكون البامب دي مستخدمه على 2 انش بايب كاست ايرون بايب ليها طولها 50 متر وفيها 2 بنز، واداني السكندري لوسز كوفيشنت بتاعي 0.8 بتاع الكلفات، وستاتيك هيد اللي هو فرق بين الدليفري وبين السكشن، وفريكشن فاكتور 0.01. فاحنا في الحاله دي هنرسم السيستم كيرف ونجيب التقاطع ما بينه وبين البامب كيرف، وطلب مني ان لو الدليفري فولف كان مقفول جزئيا ووصلنا ان احنا نشتغل عند 6 لتر بير سكند، احسب لي الباور اللي انا هفقدها في الفولف في الحاله دي. طيب تعالى بقى نبدا واحده واحده نبص على المساله بتاعتنا. اول حاجه انت هتعملها هو مديني الكاركترستكس بتاعتي، فهتبدا ان انت ترسم الافيشنسي الاتش والاتش فيرسز الكيو، تمام، وفوقيها هترسم الايه
الافيشنسي على الكيو، لان انت مش هترسم في كل كيرف واحده مش هترسم في كل صفحه كيرف وتبدا ان انت تشوف المقارنات. الاسهل لك ان انت ترسمهم كلهم فوق بعض عشان تقدر ان انت تطلع اللي موجود عندنا. وهنتكلم على السكيلينج في الاخر خالص بتاع في اخر السكشن ان شاء الله. يبقى اول خطوه ان انت بتحسب بترسم الافيشنسي كيرف بتاعي تمام بالسكيل بتاعها، وبترسم الاتش كيو كيرف بالسكيل بتاعها، وطبعا يفضل او يعني بنسبه 100% او 99% كيو بتبقى نفس السكيل للافيشنسي ونفس السكيل للاتش عشان تثبت حاجه وتغير في الحاجه التانية. طيب هو طلب مني النورمال ديسشارج. النورمال ديسشارج ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو عباره عن البيست افيشنسي بوينت. البيست افيشنسي بوينت دي بتكون عند اكبر افيشنسي موجوده عندنا، فاكبر افيشنسي موجوده عندنا هي عند النقطه دي صح. النقطه دي كانت تقريبا حوالي قد ايه؟ كانت حوالي 85%. لو جينا حتى بصينا في الجدول بتاعنا فهي عندنا 84 و84، فهي في منطقه ما في النص، لان ده عباره عن كوادراتيك كيرف. فيبقى طلع 84 طلع زي قمه الجبل وبعد كده نزل تاني الى 84. ده اللي حصل تقريبا فعلا هنا 84 84، وتقريبا النقطه دي كانت 85. يبقى النقطه دي هي النورمال اوبريتنج بوينت بتاعتي. جينا نزلنا بخط على كيو لان النورمال اوبريتنج بتاعي كان 9 لتر بير سكند. طيب النورمال اتش هي نقطه التقاطع ما بين الخط اللي احنا نزلنا بيه ده والـ H بتاعتي تمام، اللي هي لو انت جيت بصيت عليها هتبقى المفروض ان احنا لو الجدول بتاعنا ده مفصل بشكل اكتر كانت المفروض ان هتبقى فيه 9 هنا وهتبقى فيه رقم هنا تاني اللي هو بين 18.5 ولا 14، وده ممكن تتشك بيه تمام، اللي هو كانت 16 تقريبا و3 من العشرة. بنا كده معايا كيو نورمال او كيو بيست افيشنسي بوينت والاتش نورمال او الاتش بيست افيشنسي بوينت، ومعايا الافيشنسي ماكسيمم بتاعتي اللي هي 85%. نقدر ان احنا نحسب الباور نورمال شافت باور اللي هو طلبه مني في المساله، اللي هي عباره عن الرو في الجي في الكيو اللي احنا حسبناها. تاخد بالك وانت بتحسب الباور ان انت بتحول الكيو بتاعتك الى لتر بير من لتر بير سكند الى متر كيو بير سكند بير سكند تمام. فبنحول التسعة لتر في سكند الى 9.10³ او لو مش عايز ان انت تحولها وتعوض بالتسعة تبقى عارف ان انت بتطلعها بالكيلو وات تمام. بس انا بفضل ان انت تحولها كلها اس اي وبعد كده تحول تضرب في 16.3 اللي هو الهيد بتاعي سوري ده اليونت بتاعي الميتر مقسوم على الافيشنسي بتاعتي. يبقى دي المطلوب الاولاني. يبقى في الحالة دي المطلوب الأولاني كان إن احنا عايزين نجيب النورمال ديسشارج كان 9 لتر بير سكند، ونورمال شافت باور اللي هو الرقم 1691 واط. طيب المطلوب التاني كان طلب مني إن أنا عايز أجيب الباور لما أكون قافل الفالف. طبعا أنت عارف إن القانون بتاع الباور بيساوي رو في الجي في الكيو في الاتش على الإفيشنسي. يبقى احنا بكل بساطة المفروض إن احنا نقول والله إن عند كيو بصفر تمام أحسب الباور. بس هتقابلنا مشكلة صغيرة ان انت عند الكيو بصفر الافيشنسي بصفر، واحنا كنا بنقول ان الباور بتاعتي كانت الرو في الجي في الكيو في الاتش تمام. احنا قلنا ان الاتش ممكن نعوض ب 22 عادي اهو من الجدول. الكيو عندي بالصفر، الرو في الجي دي 9800، الافيشنسي عندي هنا بالصفر. لو انا جيت عوضت بالمعادلة بتاعتي ببساطة في المسألة في الحالة دي اللي هيحصل ان انا هتبقى الباور عندي صفر على صفر undefined تمام. وده طبيعي جدا لان انت في الحالة دي بتقول ان الفالف بتاعي مقفول فمش بيحصل ترانسميشن للفلو. فكل القوانين بتاعت الفلويد ميكانكس اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي عبارة عن الهيدروليك باور اللي هي البريشر في الكيو عبارة عن صفر. فانت بتحسب انهي باور؟ انت في الحاله دي المفروض ان انت بتحسب الباور بتاعه لف الموتور او لف الامبيلر على نفسه اللي هي عباره عن الديسيبيشن بتاع الفريكشن اللي موجوده عندك والهيت واللوسز والفوليومتريك لوسز اللي موجوده عندك، وما تعتبرش خالص عباره عن هيدروليك باور. طب في الحاله دي هنعمل ايه اذا كانت المعادله مش هتشتغل؟ الحاله دي قال لك احنا بكل بساطه هنعمل ايه؟ احنا هنطبق المعادلة بتاعتنا على باقي الجدول بتاعنا بالشكل ده. يعني انا هعوض بالمعادلة بتاعت البي بتساوي رو في الجي في الكيو في الاتش على كل نقطة من اللي موجودة عندي في الجدول
يعني اول نقطه هزود هنا كولم كده موجود او زود رو موجود عندي، ان الباور بتساوي الرو 9800 في 2 في 10 اس ناقص 3 في 24 على 0.31، يطلع لي الرقم ده اللي 4 في 10 اس ناقص 3 في 9800 في 23 ونص على 0.54، يطلع لي الرقم ده، وهكذا وهكذا وهكذا. تمام، المفروض ان الكيرف ده هيرسم لي كيرف. تمام، الكيرف ده لو انا جيت مديته للاكس اكسس للواي اكسس بتاعي عند الصفر، اقدر ان انا اجيب القيمه بتاعتي اللي انا مش عارفها هنا. تعال نبص، لو انت جيت رسمتها حصل فعلا ان انا جيت رسمت النقط الموجوده عندي هنا بالشكل ده، وجيت مديت الكيرف بتاعي ده، وصل ان انا حصل ده، طبعا ده كيرف التالت بتاعنا اللي هو لا الافيشنسي ولا الاتش، لا ده الباور شافت فيرسز الكيو، فنقدر ان احنا نجيب الباور ات نو لود او ات الدليفري كلوزد اللي هي نقطه التقاطع بتاع الامتداد بتاع الكيرف والواي اكسس، وكانت في الحاله دي حوالي 1200 واط. طبعا هي في الحاله دي ممكن ما تبقاش اكيوريت معاك وانت بترسمها، ممكن تلاقيها اكبر او اقل بحاجه بسيطه، ولكن يعني وزين مارجن معقول لو انت بترسم مظبوط. تمام، المطلوب الثالث كان اداني شوية معطيات، لو تفتكر كان قال لي شكل السيستم بتاعي كان عامل ازاي، قال لي ان انا عندي 2 انش ده الدايمتر بتاعي، اداني اللينس بتاع الدايمتر اهو، اداني اللينس بتاع البايب 50 متر، اداني 2 بنز وعرف لي الكي بتاعتها، واداني الاتش ستاتيك، واداني الفريكشن فاكتور، وطلب مني ان انا اعرف الماكسيمم تشارج لو حطيت السيستم ده على البامب دي. تمام، طيب يبقى احنا اول حاجه هنعملها هنحسب الكي بالقانون بتاعنا بكل بساطه. كي بتساوي الاف في ال على الدي زائد السيجما سي زائد الواحد، الاف 0.01، اللينس كان 50، الدايمتر كان 2 انش، حول الانش لسنتي والسنتي لمتر 5.08 في 10 اس ناقص 2، الماينور بروسس كان عندي 2 بنز 2.8 زائد الواحد اللي هو الكاينيتيك انرجي مقسوم على الاتنين في 9.8 في الاريا سكوير اللي هي باي على 4 في الدايمتر سكوير سكوير. طلع لي طبعا رقم، الرقم ده المفروض اخد بالي من اليونت ان هو عباره عن متر على متر كيوب بير سكند هول سكوير. الاتش ستاتيك كانت ب 3 متر، دي كانت جيفن، وممكن هو ما يدينيش جيفن، ممكن يديني الليفل بتاع الدليفري والليفل بتاع السكشن، فانا هنقصهم من بعض. كده بكل بساطه اقدر ان انا معايا كي معايا الاتش ستاتيك، اقدر ان انا اعرف السيستم كيرف بتاعي. عرفت السيستم كيرف بتاعي، ببدا ان انا ارسم له جدول زي ما برسم جدول للبامب. وعاده عشان انت تسهل لنفسك بنرسم الجدول بنفس الكيوهات اللي هي كانت موجوده في البامب، يعني باخد الكيو 0 اعوض بيها كيو 2 اعوض بيها 4 6 8 10 12 عشان تطلع لي قيم تقدر انها توريني الفيجر بتاعي. لو انت زودت او لو انت قللت او لو انت استخدمت اي حاجه تانية، مثلا بدل عوضت 2 عوضت ب5، مش هتقول لا وهطلع معاك المفروض نفس النتائج، ولكن انا بقول لك تسهيلا عشان ما تبقاش انت شايف ارقام بعيده، يعني انت عند 4 شايف ان لسه البامب كيرف اعلى من المانومتر، لو انت الارقام بتاعتك مختلفه مش هتبقى عارف هي هتبدا اكبر لغايه امتى. تمام، عوضنا بالارقام دي، طبعا انت المفروض تكون ذكي تكون سريع، لما تيجي تعوض تعوض في الكالكوليتور عن طريق التيبل، بدل ما تعوض كل واحده على حده في التيبل، تحط الايكويشن بتاعتك بكل بساطه. تاخد بالك بس ان انت هنا بتعوض، بدل ما تعوض بالليتر بير سكند، المفروض ان انت وانت بتحطها في المعادله عندك تبقى 2 في 10 اس ناقص 3 سكوير مضروبه في الرقم ده، لان احنا قلنا ان في حاله حساب الكي من المعادله بتاعته الكيو عندي بتبقى المفروض بعوض بالمتر كيوب بير سكند. تمام كده، انا دلوقتي بقى معايا جدول تاني، الجدول ده اقدر بكل بساطه اقدر ان انا اعمل له بلوت على نفس الجدول اللي احنا كنا عاملينه اللي هو الكيرف ده. تمام كده، هو كان طالب مني الماكسيمم تشارج، احنا كنا بنقول ان الماكسيمم تشارج هو الاوبريتنج بوينت، يبقى نقطه الالتقاء ما بين السيستم كيرف اللي هو بالرصاصي والبامب كيرف اللي هي بالازرق هي الاوبريتنج بوينت. اقدر اقول ان الكيو ماكسيمم او كيو اوبريتنج كانت 9.1، الاتش اوبريتنج كانت 15.5 تقريبا، الافيشنسي بتاعتي هي الامتداد بتاع الخط ده لغايه الافيشنسي كانت ب 85، ومعايا كيو معايا الاتش معايا الافيشنسي اقدر احسب الباور بتاعتي. طيب السؤال اللي بعده كان اللي حصل عندي ان انا كنا شغالين في السيستم عادي واحنا فاتحين على الاخر عند تقريبا 9 لتر بير سكند،
لو انا دلوقتي عايز 6 لتر بير سكند، احسب لي اللوسز اللي موجوده عندي لو انا جيت قفلت الفالف. فاللي هيحصل بكل بساطه ان انت هتقفل الفالف تمام عند 6 لتر بير سكند، فيحصل عندك النقطه بتاعتك اللي انت هتشتغل عندها هي النقطه دي. فبكل بساطه اللي انت بتعمله في الحاله دي ان انت بتمد خط من عند كيو ريكوايرد، سوري مد خط عند كيو ريكوايرد كده، وبتبدا ان انت تجيب الاتشات اللي موجوده عندك. عندك الاتش اللي انت محتاجها كسيستم 8.56، وعندك الاتش اللي هي موجوده اصلا من خلال البامب اللي هي 21.5. اللي انت بتدفعه ده وده اللي انت بتاخده، الفرق ما بينهم هو الايه؟ اللوسز اللي موجوده عندك في الفالف. يبقى الفالف حط لك شويه لوسز عشان يقلل لك المبلغ الكامل اللي موجود عندك، او الهيد كله اللي موجود عندك يوصله لك للهيد المناسب بتاع السيستم، تمام كده. طب احنا قلنا ان احنا عايزين نحسب الاتش لوسز انفولف. الاتش لوسز انفولف عباره عن الفرق ما بين الاتش بامب والاتش سيستم عند الكيو ريكوايرد. نقدر برضو نحسب الباور، لو احنا جينا برضو مدينا الخط ده هنقدر نجيب الكيو، يعني نقدر نجيب الافيشنسي عند النقطه دي، نقطه اللي هي الاوبريتنج تمام. ونقدر ان احنا نجيب الاتش لوسز عباره عن الفرق بين الاتش سيستم الاتش بامب والاتش سيستم. الاتش الباور شافت لوسز هي الرو في الجي في الكيو ريكوايرد اللي هي كانت 6 في الاتش لوسز اللي احنا لسه حاسبينها على الافيشنسي اللي احنا جبناها، يطلع لي الرقم ده. تاخد بالك ان انت في الحاله دي، لا طبعا تاخد بالك برضو من اليونت بتاعتك عشان اغلب الناس بتتلخبط فيها. تاخد بالك ان هو لو في المساله طلب منك التوتال باور، انت في الحاله دي هتعوض بكل بساطه الرو في الجي في الكيو اللي هي 6 في الاتش الكبيره اللي هي الاتش بتاعه البامب 21.5 على نفس الافيشنسي اللي موجوده عندنا، هيبقى رقم اكبر من اللوست انفولف طبيعي. في بعض الاحيان ممكن يطلب منك الاثنين، وفي بعض الاحيان ممكن يطلب منك واحده منهم، فتاخد بالك انت بتعوض بانهي واحده منهم. طيب احنا كده مساله بنبدا ان احنا نسخن واحده واحده. تعالى نبص على المساله اللي بعدها. المساله اللي بعدها برضو اداني بامب تمام، وداني برضو ليها بعض الكاركترستكس اللي موجودة عندنا. وقال لي ان البومب دي بتديني ديسشارج بشكل معين. هو ده كتيبل مش موجود. اداني بعض الكاركترستكس بتاعتي او البومب كاركترستكس بتاعتي، وبدأ ان هو يقول لي الاتي. قال لي ان البامب بتاعتي بتديني ماكسيمم ديسشارج. تاخد بالك من الجمل الصغيره دي لانها بتعرف لي حاجات مهمه جدا وحاجات كويسه جدا. ان البامب بتاعتي بتديني ماكسيمم ديسشارج 15 لتر بير سكند في بايب لاين الاتش ستاتيك بتاعها 10 متر تمام. يبقى هو كده اداني الاتش ستاتيك واداني الماكسيمم ديسشارج. احنا كنا قلنا الماكسيمم ديسشارج ده عباره عن الاوبريتنج بوينت اللي او نقطه الالتقاء ما بين السيستم وما بين البامب. طيب تعالى بقى نبص بصه سريعه. احنا دلوقتي ما عندناش اي حاجه تعرف لنا السيستم، ومعانا البامب كيرف، وجا قال لي ان في نقطه ما هنا هي عباره عن الماكسيمم بتاعي، واداني ان الماكسيمم ده كان 15 تمام. يبقى انا دلوقتي عارف ان النقطه دي زي ما كانت على البامب كيرف، فانا متاكد انها على السيستم كيرف، لان نقطه الماكسيمم دي عباره عن الالتقاء ما بين الاوبريتنج ما بين البامب وما بين السيستم. طيب مش انا عارف عند ال 15 دي الاتش بكام؟ انا عارف. انا عارفها من السيستم كيرف؟ لا انا مش عارفها من السيستم كيرف، انا عارفها من البامب كيرف، لان هما الاثنين عباره عن نقطتين دول اللي بيساووا بعض. يبقى ان النقطه دي عباره عن 18 و15 H و Q هي نفس النقطة اللي بتقع على البامب، هي نفس النقطة اللي بتقع على السيستم. فأنت عندك سيستم كيرف اللي موجودة عندك، أو عندك سيستم إيكويشن، وفي نقطة تقدر إن أنت تعوضها، تقدر إن أنت تجيب فيها مجهول موجود عندي. إحنا قلنا إن كانت ال H ماكسيمم بتاعتي اللي إحنا قلنا عليها كانت عند نقطة 15 اللي هي كانت كام؟ 18. هنا 18 أهي تمام. والاتش ستاتيك هو كان مديهاني ب10. يبقى احنا في الحاله دي المفروض ان احنا نقدر نحسب الكي بتاعتنا عن طريق المعادله بتاعتنا. بكل بساطه نقدر ان احنا نحسب دي 18 سوري
نقدر ان احنا نحسب الكي بتساوي 18 ناقص العشرة على الخمستاشر سكوير، وفي الحالة دي احنا بنعوض بالكيو هنا بالليتر بير سكند، يبقى كي اليونت بتاعتها متر على ليتر بير سكند سكوير، يبقى لما نعوض نجيب السيستم ايكويشن نضرب في كيو بالليتر بير سكند، وتاخد بالك من النقطة دي لان دي نقطة كريتيكال. كده جبنا السيستم كيرف بكل بساطة، نقدر ان احنا نخش على اللي بعده. لما تيجي تبدأ ان انت تحل مسألة من المسائل دي، تبدأ اول حاجة تعملها تعمل زي رود ماب كده او خريطة في دماغك، تقرأ المسألة بالكامل، وبعد ما تقرأ المسألة بالكامل تكتب كده في نوت صغيرة كده جنب المسألة او في ورقة وقلم، وممكن حتى تعمل زي كيرف صغنن كده لسه مش اب تو سكيل، سكتش كده تقول والله انا هعمل كذا وبعد كده هعمل كذا وبعد كده هعمل كذا وبعد كده هعمل كذا. ليه ده مهم؟ ده مهم لان انت وانت شغال بترسم وبتعمل بلوتنج بياخد وقت، فممكن تنسى الخطوه اللي بعدها، ممكن تنسى انت كنت بترسم ايه، وممكن تنسى كنت بترسم ده ليه اساسا. والنقطه الثانيه ان انت وانت شغال ممكن انت تكون قدامك سيستم كيرف زي ده وانت مش محتاج ترسمه، يعني انت ممكن تطلع المعادلة بتاعته خلاص، او ممكن ان انت ما تحتاجوش اصلا في المسألة، ممكن يكون هو محتاج حاجة تانية موجودة عندنا، فبالتالي ما تبقاش بترسم الحاجة عمال على بطال وتلاقي ان انت في الاخر ما استخدمتهاش، وبقت زيادة رسومات موجودة عندك وضيعت معاك وقت في الامتحان. فتبقى ذكي وترسم لنفسك زي خطة وانت شغال على المسألة. طيب هو بقى طلب مني ايه؟ قال لي اللي حصل ان انا الاستاتيك ليفت بتاعي بقى 6 متر، يعني بدل ما الدليفري الفرق بين الدليفري والسكشن كان 10 متر، الفرق ده قل، سواء كان السكشن زاد عندي او الدليفري قل شويه، فالاتش ستاتيك عندي بدل ما بقت 10 بقت 6. تمام، ايه اللي هيحصل للماكسيمم شارج؟ طيب خلينا هنا نقول سؤال بسيط، لو انا جيت غيرت الاستاتيك هيد، هل الكي او هل البايبنج اللي ما بين البامب او ما بين السكشن تانك والدليفري تانك اتغير؟ هل الطول بتاع البايب اتغير؟ هل الدايمتر بتاع البايب اتغير؟ هل تم اضافه فالفات او اضافه البوز او اضافه بنز او اضافه اي حاجه؟ لا. يبقى انت في الحاله دي غيرنا الـ H static، ولكن السيستم بتاعي اللي هو عبارة عن الكي أو المعبر عن اللوسز بتاعتي فضلت هي هي. يبقى احنا في الحالة دي اللي حصل إن المعادلة بتاعت السيستم كيرف عندي بدل ما كانت 10 زائد 0.0356 بقت 6 زائد 0.03656، ودي اللي نرسم لها الكيرف بتاعها، ودي اللي هي نقطة التقاطع بتاعتها، هي الماكسيمم ديسشارج اللي هو طالبها مننا اللي هي في الحاله دي 16.8. يبقى احنا كده جبنا الايه؟ اول مطلوب. طيب احنا قلنا ان الماكسيمم ديسشارج بتاعي كان 16.8 تقريبا، تمام، ما كانش طالب لا اتش ولا باور، لو طلب اتش وباور انت عارف هتجيبهم ازاي زي المساله اللي فاتت. الدليفري فولف بتاعي قال لي في الحاله دي ان انا الدليفري فولف قفلته حاجه بسيطه، لان انا مش محتاج 16.8 لتر بير سكند كلهم، انا محتاج 15 لتر بير سكند، يبقى في الحاله دي عباره عن كيو ريكوايرد. تمام. طيب قال لي احسب لي الباور لوست ان ذا فولف، يبقى في الحاله دي بعد ما وصلت ل 16.8 لتر بير سكند، قال لي لا انا مش عايز اشتغل عند 16 لتر بير سكند، انا عايز اشتغل عند ال 15 لتر بير سكند. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ان انت هتبدا تمد خط هنا، تجيب الاتش سيستم، تجيب الاتش بامب، تجيب الافشنسي بتاعتي، طبعا الفرق بينهم هو الاتش لوست ان فولف، تجيب الافشنسي بتاعتي عند الكيو ريكوايرد، تقدر ان انت تحسب بنفس الطريقه الاتش لوست انفولف عباره عن الاتش بامب ناقص الاتش سيستم، الكيو ريكوايرد ال 15، الباور لوست انفولف كانت الرو في الجي في الكيو ريكوايرد في الاتش لوسز على الافشنسي اللي موجوده عندي، نقدر ان احنا نحسب الباور لوست انفولف، لو طلب مني الباور توتال نقدر ان احنا نحسبها برضه. طيب تعالى نبص على المطلوب اللي بعده. المطلوب اللي بعده قال لي ان انا اللي حصل ان انت قفلت الفالف صح؟ فكون ان انت قفلت الفالف خلاك تشتغل عند كيرف جديد، لان الكيرف ده شكله عامل كده مثلا، ثواني نمسحها، الكيرف ده بقى شكله عامل كده، تمام، هنا كده. مش الكيرف ده المفروض الكي بتاعته اختلفت في الحالة دي لما قفلنا الفالف؟ الكي بتاعته زادت صح ولا ايه؟ قال لي على نفس قفلة الفالف دي لو جينا زاد تاني الـ H static من 6 ل 10 احسب لي الماكسيمم ديسشارج. يعني في الحالة دي اتغير سيستم كيرف بتاعي مرتين،
مره كان 10 لتر بير سكند بكي ثابت، وبعد كده على نفس الكي كان 10 بقى 6 الاتش ستاتيك من غير ما تتغير الكي. وبعدين الكي بتاعتي اتغيرت لما قفلنا الفالف حاجه بسيطه، وبعد كده بعد ما اتغيرت طلعت تاني لفوق عند العشرة. كل ده على بامب واحد، مرة المفروض انها كانت شغالة على النقطة دي، ومرة اشتغلت عند النقطة دي وكانت كتيرة فقللناها للنقطة دي، وبعد كده حصل ان احنا زودناها تاني الكيرف بتاعنا فحصل ان احنا اشتغل عند النقطة دي. تمام كده؟ طيب تعال نبص بقى الكلام ده ايه واحدة واحدة ايه اللي حصل. احنا قلنا ان احنا على نفس القفلة. طب انا اعرف ازاي القفله الجديده؟ القفله الجديده قال لك بكل بساطه نقدر ان احنا نحسب القفله الجديده. مش احنا قلنا ان اي لوسز في الدنيا عباره عن كي في كيو سكوير؟ طب الاتش لوست انفولف ده مش عباره عن بريشر دروب موجود عندي؟ يعني لو جيت قسمته على كيو سكوير بتاعي يقدر يديني قيمه للكي بتاعتي، اللي هو لو انا جيت زودت الكي دي على الكي القديمه يديني الكي الجديده اللي انا محتاجها. فهو ده اللي حصل، ان اتش لوسز دي اي اتش لوسز في الدنيا بتساوي كي فالف في او كي في كيو سكوير. انا عارف الكي وعارف الاتش، اقدر اجيب الايه؟ الكي. طيب انا كان عندي الكي القديمه، مش السيستم الجديد ده عباره عن نفس البايبنج القديم زائد حته صغننه من اللوسز زادت معاه كانت اللي هي بتاعت الفالف، يبقى هي الكي اولد زائد الكي فالف، يبقى ده كي الجديده بتاعت السيستم الموجوده عندي. والاتش ستاتيك احنا قلنا انها زادت، فالسيستم الجديد بتاعي اتغير فيه الكي بتاعتي بقت 10، الكي الاتش ستاتيك بتاعتي بقت 10، والكي بتاعتي زادت نتيجه لاضافه لوسز نتيجه لوجود اقفال جزئي للفالف. يبقى انا كده معايا سيستم كيرف جديد في الحاله دي عند 10 متر، ونقدر ان احنا نحسبه، نقدر ان احنا نجيب نقطه التقاطع الجديده اللي هي هنا 13.6 لتر بير سكند، ونقدر برضو ان احنا نحسب باور، ونقدر نحسب افشنسي. تمام كده؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا الخطوات بتاعتنا، وعرفنا كل المسائل اللي موجوده عندنا، او عرفنا المساله بتاعتنا بتتحل ازاي. هو ما طلبش مننا حاجه تانية غير الماكسيمم استشارف. طيب احنا لو نلاحظ النهارده في السكشن ده، احنا كل اللي احنا بنعمله عشان نغير الكيو بتاعتي او الاتش بتاعتي عمالين نغير في شكل السيستم بتاعي. يعني مره بزود الاتش ستاتيك، مره بقلل الاتش ستاتيك، مره بزود اللوسز فالكي بتاعتي بتختلف، وهكذا. في السكشن اللي جايه او في المحاضرات الموجوده عندك هتلاقي ان في طرق اخرى وفي طرق موفره للطاقه افضل من ان انا افضل ان انا اقلل او اقفل الفالف عن طريق ان انا اغير في الدايمتر، اجيب بامب جديد، اعمل تريمنج للبامب، اغير السرعه بتاعت البامب، وهكذا. تمام؟ فكل الحاجات دي تبقى عارف ان انت بتلعب يا اما في البامب كيرف يا اما بتلعب في السيستم كيرف عشان تبدا ان انت توصل للنقطه اللي انت عايزها تحصل عندها اوبريتنج. طيب احنا كده خلصنا المسائل بتاعتنا، ولكن نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، انت ازاي هتحل المسائل؟ وزي ما اتكلمنا كده قلنا زي ما اتكلمنا كده قلنا ان احنا بنشتغل على ان المسائل بتاعتنا دي لازم تتحل قبل الامتحان، والا كل اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه. فالمفروض ان احنا بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنجيب كراسه رسم بياني A4 بالشكل ده عشان تتدرب عليها وعشان تحل عليها الشيت بتاعك كريكويرمنتس كده، حاجات هتشتريها دي اول حاجه هتجيبها. تمام؟ او لو عندك كراسه قديمه رسم بياني اللي هي بتبقى سنتي ومليهات، يعني مليهات وسنتي. تمام؟ الحاجة التانية اللي انت بتعملها ان انت بتجيب اقلام رصاص الوان، اللي هي الالوان البسيطة عندنا، تجيب لك كام لون، لان كل كيرف تعمله بلون، لان لو الالوان بتاعتك كلها رصاصي او اللي هو القلم الرصاص هتلاقي ان انت هتتوه في الكيرفات. تمام؟ فيفضل ان انت تجيب كذا لون معاك، كل كيرف تجيبه وتشتغل بيه. وطبعا مستحيل بنسبة يعني 99% ان انت ترسم بقلم جاف. ترسم بقلم جاف فانت كده يعني ايه، مش هتقدر انت تغير اي حاجة، مش هتعرف تشطب، وانت في الامتحان ما قدامكش غير ورقتين رسم بياني. فلو في مسألتين فانت كل واحدة ليها مسألة، وهتلاقي الدنيا باظت منك وتطلب كراسة اجابة جديدة. طيب
ايه الحاجة التالتة؟ الحاجة التالتة ان انت بعد ما هتعمل بلوتنج للبوينتس دي لازم توصل ما بين البوينتس دي بشكل ما. طيب في طريقة ان انت توصل بايدك، بس ايدك مش هتبقى اكيوريت خصوصا انها عبارة عن حسابات وتقاطعات للكيرفات. هنعمل ايه؟ فاحنا قدامنا اتنين اوبشنز، انا بفضل واحد منهم. الاوبشن الاولاني ان انت تجيب الفرنش كيرفز اللي موجودة عندك اللي انت خدتها في الجراف اللي لونها زي كده موجودة عندك، وتبدأ ان انت توصل، ما تحاول تجيب فيتنج ما بين كل 3 نقط، توصل كده حاجات بين كل 3 نقط، كل 3 نقط، كل 3 نقط. بس هي عملية مرهقة وانا محبهاش، في بعض الناس بتلاقيها اسهل معاها. الحل الابسط ان انت بتجيب مسطرة فليكسيبل بتتباع عند المكتبات، بتبقى عبارة عن مسطرة كده بتتشكل تقدر انت توصل عليها كل النقط اللي موجودة عندك في الكيرف. الخطوات بتبقى كالآتي: أول مرحلة وأهم مرحلة إن أنت بتقسم الجراف بيبر بتاعك ده إلى سكيل، يعني أنت بتعمل سكيلينج بشكل معقول. طيب السكيلينج ده بتعمله بشكل معقول إزاي؟ أنت عندك إكس أكسس ده مخصص للكيو، فأنت بتشوف الماكسيمم كيو اللي موجودة عندك في البامب أو في البامب كيرف في المسألة عندك، وليكن مثلا البامب دي كانت وصلت لغاية 50 متر بير سكند. فانت بتحدد ده على اساس ان انت عندك هنا بتبقى حوالي 24 او 25 مربع او 25 سنتي. تبدأ تقول والله ان انت عايز توصل مثلا 50 هنا، فتقسم ال50 مثلا على 20، فتقول والله كل خطوة هتعمل لك مثلا ايه 2.5 لتر بير سكند. طبعا انت بتحاول ان انت تراوند الارقام لرقم معقول عشان تجيب المليمترز في ارقام معقولة، يعني كل ملي تبقى عارف هو بيساوي كام، وتبقى واخد بالك ان كل ميلي بيساوي كام، وانت بتنزل بالخط بتاعك ده تبقى عارف هما كام ميلي، وتعمل كريس كروس مالتيبليكيشن تبقى عارف الميلي مكافئ لكام لتر بير سكند، او الميلي مكافئ لكام متر، او كام هيد، او كام افيشنسي، او كام وات. تمام كده عملت سكيلينج للجزء الاكس اكسس، تعمل سكيلينج للواي اكسس. تاخد بالك ان انت بتعمل سكيلينج، بتعمل 2 واي اكسس او 3 واي اكسس على حسب المساله بتاعتك. واي اكسس بالسكيل بتاع الاتش، واي اكسس بتاع السكيل بتاع الافشنسي، واي اكسس بالسكيل بتاع الباور اللي هو ممكن ترسمه ممكن ما ترسموش على حسب ما يطلب منك في المساله. تمام كده. طيب مش لازم الاتش والكيو الافشنسي يبقوا نفس السكيل، يعني انت ممكن الافشنسي بتاعتك تبقى صغيره هنا مثلا، لو انت الميه بتاعتك كانت هنا تبقى صغيره عادي، هي نفس القصه، ولكن لما تيجي تمد خط كيو بتاعك المفروض ان هو يبقى بيلامس الافشنسي بتاعتك عند مكان ما. تمام كده، دي الافشنسي المفروض انها اللي باللون الاحمر في الحاله دي، فلو كانت بالشكل ده مش هتقول لا، بس لما تيجي نقطه التقاطع دي 85 فالمفروض ان هنا 85 تبقى هنا. تمام كده. طيب عملنا السكيلينج، بدانا ان احنا نرسم وجبنا الكيرف بتاعنا، نبدا ان احنا نحل المساله. طيب هنتات بسيطه موجوده عندنا. اول حاجه انت بتعملها لما بتيجي ترسم اي كيرف بتكمله للاخر، يعني مش بتحط النقط بلوتينج كده وبعد ما تعمل بلوتينج تعمل بلوتينج لكل النقط وبعد كده تبدا توصل، انت كده هيحصل هيجي لك حول او عمى، فهتحتاج ان انت بعد ما تخلص مثلا 5 نقط بتاعت السيستم كيرف وصلهم ببعض سريعا واكتب عليه ان هو سيستم كيرف، وصل البامب كيرف كلهم ببعض واكتب ان هم بامب كيرف، وصل الافيشنسي واكتب ان هو افيشنسي. حلو كده، خلصت رسماتك تبدا بقى ان انت ايه تحل المساله. احنا قلنا ان انت بتبقى راسم كده لنفسك خريطه او رود ماب كده، انت هتعمل ايه وهتعمل ايه 1 2 3، فبتبدا الخريطه دي بتنفذها على ارض الواقع، تقول والله انا عايز اجيب نقطه التقاطع ما بين البامب كيرف وما بين السيستم كيرف اللي هي النقطه دي، فببدا ان انا انزل وخط الكيو دي الاوبريتنج بوينت. تمام، وتعمل عليها سهم وتكتب عليها رقم المطلوب وتكتب عليها كيو اوبريتنج 1. تمام، وبعدين هتقول ان انت محتاج تجيب الاتش اوبريتنج مثلا، لو انت مش محتاجها مش لازم تبدا انت تاخدها معاك، وبعد ما تجيبها واحده واحده لو انت في حسابات في المساله تاخدها وتبدا انت تحسب بيها عشان ما تطلعش كذا رقم وتلخبط الارقام كل واحده في المطلوب بتاعها. تمام كده، يبقى انت بترسم الحاجات وبعد كده بتحسب بترسم الحاجه واحده واحده، بتحسب بتطلع المطاليب واحده واحده بتعوض بيها وبتكتب عليها وبتكتب على السهم الاتجاه بتاع. يبقى انت كده عرفت ازاي ان احنا بنرسم الحاجه اللي موجوده عندنا. تاخد بالك ان عمليه السكيلنج دي بتعتمد على شكل المساله، يعني زي ما هنشوف في المسائل في السكاشن اللي جاي عندنا مسائل بتاعه السيميلاريتي او بتاعه تغيير السرعه،
يعني في بعض او في بعض البارلل والسيريز، يعني في بعض الاحيان انت بتبقى البامب بتحط اتنين بامبس ان بارلل او اتنين بامبس ان سيريز. في الحاله دي السكيلنج بتاعك ده بيبقى مختلف. لازم ان انت ما تعملش على الماكسيمم، بتبقى عارف ان انت المساله بتاعتك بتاخد جزء اكبر، فبتبدا ان انت ترسم اول جزء في الربع بتاع الصفحه، وبعد كده التلات ارباع الباقيين بيحصل فيهم اكستنشن.